أنتوا استلمتوا ال لا استلمتوا الأوراق؟ غسان وين الأوراق؟ وزع لهم الأوراق المستندات اللي قبل ما سيادة القاضي. نعم الأخوان هنا راح يتوكلون عنا. نعم هاي وحدة. من هم؟ الأستاذ ثامر. نظم وكالتهم إذن. نعم. خلي ينظموا لك الوكالة. أكو مسألة أخرى أستاذ سيادة. نعم. سيادة القاضي أنا على كيفكم على كيف. أنا أجرى لي تحاليل تحاليل. نعم. لصحتي بالسجن قبل 3 أشهر واكتشفوا أنه أنا مصاب بالسرطان. السيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال ورئيس الوزراء ذكروا هذا الموضوع ووافقوا على إخراجي من السجن لتلقي العلاج وراجعوني محاميني وقلت لهم بالموضوع وملوا علي رسالة إلى حضرتك باعتبارك أنت رئيس المحكمة العليا المختصة فيها وأنا بعثت لك إياها من يوم 7 نوفمبر صار 21 يوم وأنت تعرف هذا الموضوع عامل الوقت بمهم إذا الجماعة هناك ضيعونا. لم تصلني مثل هذا الطلب. والله يا أستاذ يعني نسخة لم تصلني مثل هذا بعثت لك نسخة طلب. ونسخة للدعاء العام وقلت أين الطلب؟ سلموا لي. نعم. أين الطلب؟ لم تصلني مثل هذا الطلب. أين الطلب الآن؟ إذا لديكم نسخة أنا سلمتها للإدارة المعسكر. لم تصلني. يا الحل شنو سيادة القاضي؟ ممكن تعيد الطلب. نسوي لك هسه طلب؟ نظم الوكالة الآن. أوكي. وخلي يقدمون اللي تريده. أما أنا لم يصلني مثل هذا الطلب. يعني هذا قتل غير مباشر سيادة القاضي. يعني سنة وأربعة أشهر 6 أشهر أنا أطلب إجراء تحاليل وهم يجاهلون طلبي. وراها لما يستفحل القضية يسوون تحاليل يكتشفون المرض أبعث رسالة لحضرتك وهاي صارت 3 أسابيع أنت ما تصلك إلا. لم يصلني. يعني هذا قتل غير مباشر سيادة القاضي. تفضل نظم الوكالة وراح ينظر في طلبك. نعم. أكثر سؤال. تفضل. حضرت القاضي الأول إذا كانت رسالة برزان صار لها هذا العدد من الأيام لم تصلك ربما مذكراتي التي كتبتها لك لم تصلك أيضا. أنا كتبت لك مذكرة. أنا راح أحقق بالطلب إلى من سلم. أنا كاتب لك مذكرتين حول قضايا. لو تتفضل هنا حتى الناس يعني الكل يسمعون. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذكرة حول إيش؟ نعم. مذكرة حول إيش؟ عندك طلب رسمي بها؟ مذكرتين مذكرة من موجودة عن طريق صحة. أستاذ خليل عندك مذكرة بهذا المجال؟ ارسلونا عندك الآن نسخة منها؟ لا من فضلك إذا تسمح. نعم. إذا تسمح مني حتى أعطيك التفاصيل. 3 مذكرات أو 4 إلى هيئات التحقيق. يفترض المحكمة تطلع عليها قبل ما تستمع إلى شهادات الشهود أو معها ومذكرتين بعد لقائنا الأول اللي جرى يوم 19 كتبتها لأنه سألت أحد المترجمين إيش وقت المحكمة تأجلت قال لي بعد 3 أيام فكتبت مذكرة في نفس الليلة ما نمت إلى أن خلصتها 4:30 وأعطيتها إلى آمر المعسكر. عندكم نسخة منها؟ موجهة لجنابك. عندكم نسخة منها؟ نعم. نسخة إضافية منها عندكم؟ الآن عندكم نسخة منها؟ ما خلوني تدخل جوا موجودة. الآن عندي نسخ من كلها. نعم. الآن ووحدة أخرى بعدها نوصي أيضا كتبت نوصي الشرطة بعد ما ترفع الجلسة يأخذوها منكم ويسلموها إلى المحكمة.
مو هي نفس السلطان انطيتهم نسخ منها؟ يسلموها إلي وإلى المحكمة مباشرة. الآن نوصي بأن واحد من الكتبة أو من المعنيين بهذا يأخذوها منكم و... وجودة جوا في غرفة. نعم نعم. إذا تبعد نعم. أحد عليها يجيب لنا إياها وأنا أعطيك إياها بعد ما ترفع الجلسة. نعم. ينزلون معكم. كملت الوكالة؟ نعم. خلي يوقع.